انت موافقه ان البنت دي تتجوز مننا؟ البنت مالهاش ذنب، بلاش ندفع عيالنا تمن اللي احنا عملناه زمان. وانا ازاي احط ايدي في ايد واحد الله اعلم اذا كان ابو البنت ولا مش ابوها؟ وده هيفرق معاك في ايه؟ في يا هان المثل بيقول اكفي القدر على امها تطلع البنت لمؤاخذه لامها. يعجبك ان البنت دي تطلع لامها؟ وهو عمر كان طلع زي ابوه؟ انا قعدت مع البنت، البنت كويسه قوي وبتحب عمر. انتوا مش لاقيين على بعض خالص، ده قد كده وهو قد كده، حد حرام عليه يعني ما ينفعش. ان شاء الله تكون قرده بتتنطط. طالما ابني عاوزها هجوزها له. اقفل بقى على الموضوع ده وخلينا نتكلم في الاهم. في التنازل. والطلاق. ما انا مش كنت مش انا جبت المحاسب. وفر اللي هتقوله عشان عندي ليك عرض حلو قوي. لايمين عليه؟ انا موافق انك لا تتنازل ولا تطلق. بس بشرط. وقول. تقتل صدفه.